Hello my beauties and welcome back to my channel. I will wish you Merry Christmas and inshallah very soon Happy New Year. فهالفيديو حيكون على الفيفورت برودكتس ل 2018 القصص اللي نقيتها in my holy grail ل 2018 القصص اللي كنت عم استعملها بتكرار اكثر شيء كنت عم رجع له يعني when I don't have time when I'm traveling القصص اللي بضبها I have a bunch of favorites قدامي حابة بلش دغري فيهم لانه I don't have time. I have to finish this video in 15 minutes. And the session, gym session with Daniel. You can find me on Instagram. You know who is Daniel. So yeah, I filmed this makeup look today for Instagram. And it took me 5 hours. But what I did was take makeup and go to the gym. So I will show you the favorites. So let's start. So this video will be focused more on the makeup. But I will add 3 skincare products because how these products affected my makeup routine. I mean, how my makeup بيصير flawless, my skin بتصير أحسن فهذه قصة الفيفورتس من السكين كير حدخلها هون وبعدين حصور فيديو لحاله على السكين كير وعلى البادي كير كمان كثير بيجيني أسئلة عن my how I take care of my body فأول بروجكت هو الفوريو لونا ميني 2 يعني حكي عن هيدا البرودكت مش انه من سنة مش من سنتين مش 3 سنين وانا بحكي عنه بحكي عنه بحكي عنه نون ستوب هيدي بالتحديد صار لي عم بستعملها سنتين هي زيتها يعني ما غيرتها والحلو فيها انه ما في داعي تغيرولها راس ما في داعي تشرولها راس كل شهرين او 3 شهور مثل البقوي و it's super hygienic يعني ما بتحشي فيها البكتيريا لانها سيليكون لانه ما فيها شعيرات بتضلها مرتبه فيكم تشفوها على الماكسيموم بس تخلصوا استعمالها وهيك بتعرفوا انه معها يعبي فيها بكتيريا و since كمان ما بتغيروا لراسها it's just super easy to use وكتير travel friendly ومعمولة من السيليكون من برا والحلو فيها كمان بتهجروها مرة واحدة بس فبتضايقكم على السنة يعني أنا شرشتها هلا بحياتي كلها I think مرتين that's it شرشتها آخر مرة مشي شهرين لأنه فضلت بطريقة and that's it I've been using this for 2 years guys and such an amazing product اللي بعده هو بيعرف شو هي اللونا ميتو هي عبارة عن جهاز صغير سونيك بتستعمله لتنظفوا في وشكم بتحطوا عليه الفيس واش بتبلوها مي وبعدين بتعملوا مساج بتستركوا الموشنز على وشكم بتنظف لكم السكن بشكل فظيع بتحسوا يعني when you're done your skin is super smooth it's a really 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 good machine اللي بشرته حساسه واللي بده ينظف وشه on a daily basis بلا ما يحس انه عم كثير يقسى على بشرته حاذكر كل اسامي البرودكتس بالدسكربشن بوكس من بالترتيب يعني مثل ما انا عم بذكرهم هون فيا this is the first holy grail 2018 Another skincare product كتير حسيته أثر على بشرتي هو this amazing cream من لامير. I know it's a very pricey cream بس يعني بالنسبة لي it's worth every single penny. إذا كريم وشي قد تعب من فترة like من فترة أسبوعين تقريبا أو 3 أسابيع وقلت لكم اتحسست على product ورجعت لروتين القديم فرجعت لروتين لامير مع ايسوك مع بعض and my skin رجعت الحمد لله كتير منيحة مثل قبل ف كتير بحس بشرتي بتحبوا لهالبرودكت بالنسبة لي شخصيا بشرتي كتير بتحبوا دغري مجرد حطيته على 5 أيام دغري بلاقي فرق بشرتي رجعت صح هو it's not an anti acne cream it's a cream للترطيب بس بقلبه قصص كتير بتفيد السكن بتصححها من جوا فبحس هذا كله بيأثر يعني مع بعضه في 5 textures لهذا الكريم يعني different textures حسب كل skin type انا عندي التي زون بتزيت شوي فلهيك بستعمل بنهار الجل بالليل بستعمل المويسترايزنج كريم العادي لانه بيجي سميك وبحب ارطب بشرتي كثير منيح بالليل فيا بستعمل واحد صبح واحد بالليل بس ما في داعي تعملوا هذا الشيء استعملوا واحد يعني بكفي لهيك I'm gonna mention the gel لانه اكثر شيء حسيت اني عم بستعمله بالنهار فاونديشن فاونديشن I have a lot of favorite لسنة 2018 مش اللي نحن الحمد لله يعني قد ما بصلنا اخبار وقد ما بنستعمل قصص جديده بتنزل بالماركت لجربها وريفيو ات بصير عندنا bunch of stuff ثلاث ارباع بيكونوا favorite ثلاث ارباع بيكونوا amazing products بس لتنقوا منهم ان ultimate favorite هذا بيكون شيء كثير صعب فهذا اللي صار معي بالفاونديشنز ال ultimate favorite للعمر بالنسبه لي هو Luminous Silk من ارماني هيدا الفاونديشن يعني صار لي بستعمله 4-5 سنين and it's still a favorite of mine it's an amazing foundation اذا بدكم medium coverage بدكم flawless finish بالسيلفيز بيطلع بعقد حكي عنه كثير قبل وحكيت الحكي عنه فما ححطه بال 2018 لانه صار عم بستعمله فترة كتير طويلة. بالنسبة للفاونديشنز اللي نزلوا بالسنتين الأخيرين هني هودي الاثنين. السوجيفيك فلويد من ماك نزلوا منه ألوان جديدة حصلوا بالفورمولا. It's such an amazing foundation إذا بدكم medium to full coverage. الفينش تبعته بتجي شوي على الساتن فيها جلو خفيفة بس يعني it's a full foundation مش إنه full coverage يعني it's the perfect foundation من ناحية الصور من ناحية الفوتوشوت من ناحية الظهرة السهرة النهار فيكم تخففوا شوي بالنهار
فيا this is من MAC. التاني من Fenty Beauty the Pro Filter Foundation. This is an amazing foundation. أول ما استعملته كان الريفيو تبعي شوي مكسل لأنه اللون تبعه بيغمى بعد فترة, بس لما تتعودوا عليه بتنقوا اللوك المظبوط, البي اوف تبعه فظيع يعني. It's medium to full كمان. عم تصدق, oh my god, it's medium to full coverage كمان. بس الحلو في هيدا انه الفينش تبعته شوي على مات اكتر, بتجي من ال سودافيكس فلويد من MAC, وكمان بضاين لفترة كتير طويلة يعني بضاين all day. I love this foundation. كيف بدقوك بتحسوا كل ما بيعتق على وشك ما بيحلى, مش انه it becomes cakey, لهيك كتير بحبه لهيدا. فهول اثنين بالفاونديشنز اللي نزلوا بالفترة الأخيرة وكتير حبها. الكونسيلر هو أكيد ما في داعي إني أحكي عنه كتير. It's the Tarte Shape Tape يلي خلص نشاف عيف خلاقه and ما بتلاقيه بدبي unfortunately. You have to I think buy it from Ulta أو من الويب سايت تبع Tarte. بس هذا الكونسيلر بعد لهلا, بعد till now, إذا نزل كونسيلر ب 2018. Like I love the MAC one, I love the Charlotte Tilbury one, the Huda Beauty one is nice, it's not bad. I love the Born This Way and Too Faced. كنوا بعقده هول, بس بعد لهلا ولا concealer can top this one. هيدا مش معقول تحطوه بتدمجوه بتلاقوه خلاص كأنه حطيتوه ثبتوه and you baked, يعني ما في داعي حتى تحطوا عليه powder فوقه, بيبين هيك مثل it's just unbelievably good. سمعت خبريه انه يمكن يصير بسفورة هلا عن جديد, ماني اكيد بالموضوع, بتقلكن بالديسكربشن بوكس اذا 100% خبريه ولا لا. بس يا this concealer مو معقول يعني, ما حاحكي عنه كتير لانه حكي عنه كتير قبل, بس it's the best. ان شاء الله بينزلوا منه الوان زيادة لانه الوان اللي فيه شوي على pink اكتر, انا بحب اليلو اكتر, بس still they're so good. setting powder عندي 2 products, ما عندي واحد لانه اثنيناتهم مختلفين عن بعض من ناحية الفينش اللي بيعطوها للوش, ومن ناحية كمان الماتنس تبعت الوش يعني دي بيعطوا الطفى للوش. فلورا مرسيه translucent powder is a favorite of mine لأنه هيدي يعني it's an iconic powder, ما بدي أحكي عنها كتير, صار لي بستعملها 5 years on my YouTube channel, it's amazing, the iconic translucent. تبو في transparent powder من لورا مرسيه, it's not good, جيبوا translucent okay, لأن في كتير بتنتغلط بين the transparent أو invisible I think وبين the translucent, ف it's the translucent. فالفرق بين لورا مرسيه واللي حاحكي عنها هلا انه لورا مرسيه بتطفي الوش, it mattifies the skin as much as you want, قد ما بتكون تطفيه بتطفي لكم اياه. La Mer powder which is another favorite of mine اسمها the powder, هيدي الحلو فيها انه قد ما تحطه to bake to set بتخلي الجلو تبعت الفاونديشن مثل ما هي, بتطفيها نتفه صغيره بتروح التخطيط, بس بتضلها اذا عندكم مثلا فاونديشن ساتن وبتكون تخلوا هيدي الساتن الفينش تبعته او مثلا this glow بتخليها ما بتطفيها ابدا, حتى if you apply it over highlighter ما بتحسوا بتروح الهايلايتر. This is why I love this powder, بخدم معي اكتر شيء على المحلات التروبيكال او المحل بتجي فيها كتير شوب, ما بحب انا يكون بشرتي كتير مطفية بالشوب لانه it cakes with me, فباخد هيدي لانه it's very very light, فقد ما تطفي فيها it doesn't cake, ما بتحس you're adding a thick layer على الفاونديشن, بالعكس بضل الفاونديشن مثل مبين انه رقيق وناعم, عرفتوا كيف؟ البرونزر اللي حاحكي عنه مني حكي عنه كتير لا على اليوتيوب ولا على الانستغرام, انا كنت بستعمله بشكل يومي تقريبا. The reason why ما كنت عم بحكي عنه هو لانه رحت على اخر مره على ميك اب فور ايفر it's a ميك اب فور ايفر برونزر, رحت على ميك اب فور ايفر كاونتر بسفورا and they told me انه وقفوا بطلوا بقى عم يعملوا منه ونزلوا قصص تانية, لك كتير قصص تانية بس personally ما حبيتها ابدا. هذا البرونزر is a favorite and it's an amazing bronzer من ناحية الفينش, يعني كيف بدي اقولكم it's not powder, ما بتحسوا ابدا انه في عم تحطوا طبقه باودر على الفاونديشن, يعني حتى اذا حطيتوه فوق الفاونديشن when you wanna blend it بدك تدمجوه بيندمج معكم بشكل كتير حلو. اللي هو الفيوجن برو برونز فيوجن باللون 10M. The reason why I like اللون 10M هو لانه بيجي كتير حلو على البشره الفاتحه, it's not too orange, it's not too brown, بيجي in between, في الهنت الصغيره من الجراي او الاوليف عم تون مثل شايفين دي اوليف, فاذا بشكل الاندرتون تبعتها اوليف هذا حيطلع كتير كتير حلو. اذا بعد بتلاقى حتكون او بالمحلات اللي بتنبيع فيها ميك اب فور ايفر جو اند جست تراي ات قبل ما تشتروه لانه مش معقول شو حلو. انا اي هاف ستوك, انا حتى جبت ستوك منه لما عرفت انه ما بقى ينباع لانه مره لقيته بالصدفه بسفورا تاني. فا يا اتس ذا برو فيوجن ميك اب فور ايفر باللون 10. أكثر بلاش استعملته بال 2018 هو ال Warm Soul من MAC. I think كلكم تعرفوا هذا البرودكت قد ما حكي عنه مستعملته كمان on this channel. هذا البلاش
بيجي في جلو مش انه هايلايتر بس عنده جلو هيك كتير شاين خفيف ما بين عليكم على الكام في شاين هيك خفيف كتير حلوة فبيعطي جلو ببيني كأنه طلع من your own skin واللون كتير كتير حلو بيلبق للكل كتير ناعم كتير خفيف وبتحسوا انه منه يعني منه over it's perfect for everyday كمان ببين عنك أكون عاملين مثل برونزاج هيك خفيف على الخدود أو محروقين شوي من الشمس إذا مش تكون فاتحة لما بعمل برونزاج كتير بحس هذا بصير شوي فاتح على بشرتي بصير بستعمل copper tone كمان من MAC فهذا بالنسبة لبلاش 2018 I know إنه MAC كتير طاغي بهالفيديو بس حسيت بال 2018 أكتر ماركات كنت عم استعملها هي MAC NARS I was using a lot of La Mer and Aesop وكمان Fenty Beauty يعني هودي الخمس ماركات كنت كتير كتير عم استعملها بشكل مركز يعني فا يا الكونتور بالتي كمان من MAC I'm sorry guys I know there's a lot of MAC products but I love MAC فهيدي بالتي هي light medium contour palette اللي نزلوها جديد لستوديو فيكس contour palette it's just perfect لانه بصراحة صراحة ما بستعمل منها الا هاتنين To be honest. So guys, like, I'm doing editing for 2018 favorite. And I noticed that the last part was ممحي أو مش مصور بالكام. فالحسر هو إنه هكمل الفيديو again. وكنا عم نحكي عن هذه contouring palette من MAC. وكنت عم أقولكم إنه only بستعمل أنا هودي اللونين. فهود اللونين اسمهن Sculpt and Cream. Cream هو اللون الأصفر تحت العين وSculpt هو اللون اللي أنا بعمل فيه contouring. It's amazing. Palettes, these two are amazing. How they can be bought just with the pro stores. I'll show you how to get this palette. But if some of them are sold individually, if some of them are very good, buy them for themselves. Buy the palette all. If not, then you're stuck with this. But still, you won't regret buying this palette. It's such an amazing one. The highlighter came from two. Many of them are not even known. بس المفضل عندي اللي بحس انه دائما بستعمله وبلجأ له هو هيدا من NARS. Unfortunately this is a limited edition highlighter لانه نزلوه مع المان روي كولكشن واسمه دبل تيك بس هلا نزلوا الهوليدي كولكشن والتكشر تبعته قريب كثير عليه وفي كمان الهايبر جلو من MAC تقريبا ايدنتيكال بس هذا بعرف بحسه دائما اللون تبعه الذهبي اللي فيه مش معقول شو حلو على الاوليف اندرتون او اذا بشرتهم هيك شوي على يلوش مش لونه ذهبي بس هذا الذهبي اللي كتير حلو ما اذا مبين عليكم بيطلع اللمعه تبعته مش معقول هيك قدام تبين واضحه بس بنفس الوقت منا اوفر منا ان يور فيس كثير بتبين حلوه يعني بتبين كانه يور سكين از جلوينج كانه في مي على وشكم ما في ولا مره ما حطيته الا ما اي جت كومبلمنتس اون ماي هايلايت فهذا الشيء اكيد بدل انه الهايلايتر كثير حلو فيا ذس از ذا هايلايتر از كولد مان ري من NARS مثل ما قلت فيكم تلاقوا الايدنتيكال تبعه من MAC اللي هو الهايبري الجلو بالت بس باللون الجولد سس انا يا بكون حاطه احمر يا بكون حاطه نيود ما في يعني ان بتوين فنقيت لكم ماي فيفورت نيود وماي فيفورت ريد ل 2018 بالنسبه لي حبلش بالريد ليبستيك اللي هو كمان من NARS از كولد جست بوش بلاي هذا الليكويد ليبستيك من اجمل الليكويد ليبستيكس اللي فيكم تستعملون مش معقول قديه حلو قديه البدايه لفتره طويله حكي عنه كتير قبل وعن قديه الباي اوف تبعه حلو مش عم بحكي كالوان عم بحكي ككواليتي على كيف بيداين على قديه بيداين لفتره طويله ما بيشقق it doesn't leak it is perfect والوانهم اكيد بيعقلوا فداي احكي عنهم فاللون هذا الاحمر اللي هو اسمه just push play هذا بالتحديد ما في مره كمان ما اخذت عليه كومبلمنت انا حطته واذا حطته على الانستا ستوريز انتم دائما بتسالوني مايا شو هو هذا اللون الاحمر وهيك it's just it's the perfect red يلي منه لا فاتح ولا غامق it's just the perfect الغمق تبعه شفتوا كيف يلي منه عابق منه فاتح بس منه عابق بشكل ثقيل الاحمر تبعه perfect للي عنده كمان olive undertone وبيض لسان بشكل ما طبيعي لانه الاندرتون تبعته له it's blue فكل الاحمر الحمراء اللي بتحسوا الاندرتون تبعته على ازرق بتعطي بياض لاسنان بشكل حلو يعني بتخلي السمايل تصير احلى. اما بالنسبه للنيود فعندي هيدا من هدى بيوتي يلي اسمه بام شال، هودي الليكويد ليبستيكس من هدى بيوتي مش معقول شو حلوين، نفس الشيء اللي قلته على NARS بيعقدوا بيضلوا لفتره طويله ما بتزحزحوا محلهم، they don't leak ما بيشققوا بالعكس they're just perfect the perfect texture للليكويد ليبستيكس والالوان كمان كثير حلوه نزلتها هي بالليكويد ليبستيكس، بس هيدا تحديدا از ماي فيفورت اللي اسمه بام شال. ليش اسمه ماي فيفورت حشو فيكم اللون كيف it is the perfect nude يعني انا لما حطيته على الشفيف بس for me هيدا is the perfect nude لانه منه على براون منه كتير براون مثل هيدا منه على جراي منه على
orange. It's the perfect nude من ناحية اللون هيدا اللي بيعطي جمال وما أقول شو حلو للميك اب لشفاف بيلبق على كل شيء كمان لأنه بتحسوا فيه شوية بلوش أندرتون كمان بيبين للسنة بشكل حلو. فهذا النود is Wayne's favorite يعني كل ما بحطه لهذا بيقول لي your lipstick is amazing ف it's picked by a guy. ف yeah this is my favorite nude and I've been wearing this for 2 years أكتر non-stop. يعني النود اللي دايما بلجأ له إذا بدي شيء ما تضايقني كل نهار دايما بروح على الهدى بيوتي بومبشيل. هذا الثالث ليكويد ليبستيك ست أنا مني شريته because she didn't send me her lipstick. She just started sending me stuff من وقت نزلت الكونسيلر بس إنه هذا يعني something I personally go and buy. يعني بحط مصرياتي عليه هالقد بحبه. بالنسبة للمسكارز I was lost between هودي الأربعة ما كنت عم بقدر نقي exactly which one is my favorite. في عندي هيدي من YSL The Volume is an amazing mascara حكي عنها قبل ب my favorite videos ضلت لفترة كتير طويلة عم بستعمل لأنه البرش تبعتها مش معقول شو حلوة لك وشو كيف تجي it pushes the lashes بشكل حلو. في عندي هيدي من Too Faced which is an amazing mascara بس ما كنت بحكي عنها لأنه اسمها شوي ما حيتقبلوهم بالميدل ايست called better than something that we don't want to say on this channel بس هلا نزلوا واحدة تانية غيروا الاسم تبعتها سو سموها better than love so you can find this mascara بسفورة it's called better than love هون بالميدل ايست كمان البرش تبعتها كتير بحبها لأنه بتجي كمان مطعوجة بالنص ف it pushes the lashes والسوا تبعها بيعقد بس أكتر اثنين حسيتهم favorites هني هودي Bad Girl من Benefit وفي عندي Climax من Nars المشكلة هو انه بحب البيوف تبع هيدي يعني كمسكارا كلون وسويل بحب الكلايماكس من Nars بس كبرش بحب اكتر شي Bad Girl من Benefit لانه البرش تبعتها بتجي هيك it's perfect مروسس وبتحكم فيها اكتر فما كنت عم بقدر نقي exactly which one I like لانه دايما باخذ البرش تبعت هيدي وبستعمل المسكارا تبعت Nars أو بستعملها أول شيء بعدين برجع بظبط كل شيء بهيدي البرش ف yeah these two are my favorites ما في نقي واحدة منهم because بستعملهم يعني they بحس they complement each other Climax من Nars and Bad Girl من Benefit favorite eyeliner ما حكيت عليكم حكي بقى لأنه حسيت الفيديو صار كتير طويل بس ك favorite eyeliner ل 2018 أكتر شيء كنت عم استعمله نزلوا كتير eyeliner actually نزل تبع هنداش which was amazing في اكتشفت آخر شيء من The Balm Liquid Liner بجي استويت تبعه فظيع بس دايما بحس إذا كنت on the go مستعجلة I always use this one من Kat Von D يلي اسمه The Tattoo Liner Trooper الريشة تبعته مش معقول شو حلوة يعني بتخليكم هيك تتحكموا بالرسمة يعني مثل ما بتكون والستويت تبعه كتير حلو The only problem is it's not matte matte بس still بحطه وبحط بعدين فوقه شوية Black Eyeshadow بطلع perfect ف the tattoo liner من Kat Von D is my favorite eyeliner إذا أنتوا كمان beginners you're gonna love this so the favorite setting spray 2018 هو the MAC of course the MAC Fix Plus بريحة الكوكونات بسانت الكوكونات نزلوا lavender rose coconut and what else I think هودي اللي نزلون and my favorite is coconut من قبل من لكشي سنتين نزلوا كمان cucumber بس هالسنة ما عملوا cucumber بس هيدا مش معقول شو حلو ريحته هيك لما بحطه على وشي I feel like I'm in a tropical place I'm in the Maldives and I'm tanning من ناحية الشغل تبع هذا setting spray ما بتحسوا it sets the makeup بشكل انه خلص الميكب حيضاين كل النهار No it doesn't last so long بس بخلي الميكب يبين flawless أكثر بخلي الباودر تندمج مع الأساس الليكويد أو الكريم اللي على الوش فكله بيصير كأنه طبقة واحدة flawless one layer of makeup on the face فلهيك كتير بحبه لهيدا وبحس انه essential فيكم حتى ترشوه على البيوتي بلندر بيساعد انه لانه بتحسوا شوي is more a little bit more sticky than المي العادي فلهيك بتحسوا بيخلي الفاونديشن داين اكتر او sticks to the face اكتر فهذا كل شيء كان بدي اشارككم اياه بهذا الفيديو ما بدي كتير كتر عليكم حكي ان شاء الله تكونوا حبيتوه واستفدتوا منه شوي وكمان بليز بديكم تتركوا لي بالتعليقات شو هو your favorite product ل 2018 بس مثل ما انتم بحسوا بتستفيدوا مني انا بستفيد منكم اسدا اكثر واكثر واكثر فبليز let me know and thank you so much for watching don't forget to subscribe to my channel and I love you guys so much happy new year and yeah that's it bye